عودة النهر. اعتاد عادل في كل عطلة أن يزور القرية التي يقطنها جدها، فيقضي بها أسعد أوقاته، يتنزه على ضفاف النهر الذي يمر وسطها ويصيد أسماكه بصنارته. الصيف الفارق زار عادل القرية ففوجئ باختفاء النهر، ولم ير سوى مجراه الجاف وأرضه المتشققة، لا ماء ولا أسماك. الأسبال تغطي النهر وروائحها تزكم الأنوب، وغير بعيد تجمع الأهالي يحفرون بئرا. سأل عادل جده ماذا جرى للنهر، فأجابه بحسرة: أهمل الأهالي صيانة النهر ونظافته وتناسوا أنه مصدر خيرهم. نتوقف عن الجريان، حفروا الآبار لكن دون جدوى، ولم نعد نجد المياه الكافية لسقي ماشيتنا وري بساتيننا. توجه عادل نحو الأهالي وخاطبهم: الحل لدي إذا أردتم النهر. وما هذا الحل أيها الذكي الصغير؟ اعتذروا إلى النهر عن إهمالكم له، فالنهر غاضب منكم. وكيف نعتذر إلى نهر؟ هل تمزح معنا؟ الاعتذار يكون بتنظيف مجرى النفايات. مجرى النهر من النفايات. أخذ الرجال برأي عادل وراحوا ينظفون مجرى النهر أملا في عودة المياه. انقضى فصل الصيف والخريف، لكن النهر لم يعد. بدأ الشك يعتري الأهالي، وما إن حل عادل بالقرية مرة أخرى حتى بادروه بالسؤال: أين صديقك النهر يا فتى؟ لقد عملنا بنصيحتك، لكن النهر لم يعد. تبسم عادل وهو ينظر إلى السماء الملبدة بالغيوم، ثم قال: عليكم بالانتظار قليلا، فما أضاعته أيديكم في سنين لا يعود في شهور. هبت الرياح معلنة قدوم الشتاء، وهطلت الأمطار وسالت الجداول، ثم أشرقت شمس الربيع الدافئة، ذابت الثلوج المتراكمة على الجبال، وتدفقت المياه، وانهمرت العيون، فعاد النهر يجري من جديد. ابتهج الأهالي بعودة المياه، وعاهدوا عادلاً على صيانة النهر والمحافظة على نظافته.